وصلنا مشاهدينا للفقرة الحوارية. قبل كم يوم أعلنت وزارة التجارة والصناعة في أنها ستقوم في بمنع استيراد مصابيح التوهج الهادرة للطاقم بداية شهر أغسطس. طبعا الحديث عن هذا الموضوع معنا اليوم يونس وليد. معنا اليوم في الاستوديو المهندس فهد المطيري، الوكيل المساعد نائب المدير العام لشؤون المواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة. سيد فهد صبحك الله بالخير. حياك الله، صباحك الله بالخير. استاذ فهد، يعني شنو الاجراءات اللي راح تتخذها الوزاره لوقف استيراد المصابيح المتوهجه؟ بدايه صب عليكم بالخير. صباح الخير. يعطيكم العافيه، مشرفني ان اكون معاكم في هذا البرنامج اللي هم شريحه المواطنين. البرنامج اللي هو فيما يتعلق في الاجراءات اللي راح تتخذها الهيئه العامه للصناعه في موضوع التعامل مع منع استيراد، حبيت بس أعطي فكرة عن هدف المنع ليش صار. القرار المنع يتعلق بتوفير استهلاك الطاقة. احنا عندنا هدر في استهلاك الطاقة من خلال اللمبات الموجودة حاليا. القرار ينظم العملية هذه، فراح يوقف منع استيراد لمبات إضاءة التوهج وينتقل إلى استيراد لمبات راح يكون لها أعلى وأفضل كفاءة. احنا نعرف أن في تقنية خلال السنوات الماضية في تصنيع لمبات الإضاءة ترتب عليه أن نوجد بالسوق لمبات يسمونها لمبات LED، لمبات الإضاءة اللي هي LED. LED هذه استهلاكها وتوفيرها في استهلاك الطاقة يصل إلى 80% قياسا للمبات الموجودة حاليا، وعمر الافتراضي أيضا يتراوح ما بين 3 إلى 25 ضعف اللمبات الإضاءة الحالية. فإحنا تواصلنا مع الأخوان في وزارة الكهرباء على أساس أن نبحث عن موضوع ترشيد استهلاك الطاقة. الأخوان أحب أشيد فيهم من خلال هذا البرنامج في التعاون اللي تم خلال السنة الماضية، وصلنا إلى توافق في موضوع آلية لمنع استيراد اللمبات الإضاءة التوهج الحالية، واتفقنا على صيغة مشروع قرار وهو لائحة فنية لمنع استيراد لمبات الإضاءة. رفع مشروع قرار إلى معالي الوزير وهو رئيس مجلس الإدارة سيد خالد الروضان، معالي وزير التجارة والصناعة، ومن ثم صدر القرار الوزاري اللي ينظم العملية هذه رقم 60/2017، صدر في 7/6/2017، وراح يكون ساري تطبيقه ابتداء من 1/8/2017. شنو سيد فهد الاجراءات؟ الاجراءات راح اتناول الحين، بس اللي بساعة قلت لك اياه على موضوع سبب المنع. سبب المنع نجي حق الاجراءات راح تسوي الهيئه العامه للصناعه. احنا بلغنا الاخوان، اول خطوه عملناها اتصلنا في راسلنا الاخوان في غرفه التجاره صناعه الكويت باعتبارهم هو المعنيين في التجاره المستوردين، وايضا نسقنا مع الاخوان في اتحاد الصناعات اذا كان في مصنعين، و ايضا المنافذ الجمركيه التي تتبع الهيئه العامه للصناعه تم ابلاغها بقرار المنع، ومن ثم اي شحنه تصل للبلاد بعد 1/8 راح يكون عليها قرار المنع. غير الخطوات الإجرائية بودي أن أتحدث عن عملية الترشيد والهدر، نبتعد عنهم أيضا، ولكن ما الأضرار الذي تسببه هذه المصابيح؟ يعني ليش منعتوهم من الأساس؟ شنو هي ما هي الضرر قضية غير قضية الهدر؟ لا هي مينلي هي أساسا راح تكون قضية الهدر. يعني أنا بتكلم لك عن موضوع الهدر، ويمكن يكون في نوع من التوفير. إحنا لنا تواصل مع الكهرباء في الموضوع هذا. استهلاك اللمبات الكهربائية يصل إلى 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المناصب. هذا يؤدي إلى تسخين الأجواء، اللمبات هذه اللمبات اللي هو لمبات التوهج لها تأثير غير مباشر في تسخين المنازل لأنها هي ساخنة طبيعتها، فهذا يرفع من استهلاك أيضا التكييف. فأنت عندك اللمبات وعندك التكييف فتصل إلى مستويات عالية. الهدر يوصل إلى عشرات الملايين أحيانا في موضوع يعني استاذ هي الفكرة الأساسية في أن توفرون الطاقة، ترشيد استهلاك الطاقة. أوكي، بعد ما
يعني قرار منع الاستيراد للمصابيح المتوهجة في أكيد كمية كبيرة راح تزيد، شلون راح يتم التعامل معها؟ هو القرار لو تلاحظين القرار تعلق بمنع استيراد وليس منع تداول. منع الاستيراد راح يكون من 1/8 ولكن التداول راح يظل إلى نهاية أغسطس 2018. فأعطينا مهلة تنفذ الكمية. أعطينا مهلة حق الإخوان اللي عندهم مخزون إنه يتعامل في هذا المخزون لمدة سنة كاملة، ومن ثم بداية سبتمبر 2018 راح نعمل جولات ميدانية ومسح للأسواق، وأي كمية بعد هذا التاريخ تنوجد في مخازن التجار راح يكون مصادرتها ومن ثم إتلافها. فإحنا أعطينا مهلة حق الإخوان سنة كاملة يتعاملون مع المخزون عندهم. سيد فهد، هذه المصابيح لها كلفة عالية أكثر من المصابيح القديمة. طبعا. ألا تثقل على المواطن هذه الكلفة؟ يعني بمعنى آخر أنت راح تأخذ من المواطن. لا، مو بهالطريقة هذه. أنت تتكلم عن مصابيح مرحليا راح تكون أغلى، لكن على المدى راح تكون أرخص. العمر الافتراضي مالها مثل ما بينت لك ما بين 3 إلى 25 ضعف. كفاءتها راح تكون إيجابية على المستهلك في قيمة الفاتورة مالتها، لأن راح يكون الافشنسي مالتها 80% قياسا للطاقة المهدورة في اللمبات السابقة. بعدين احنا الأمانة أقول لك، يمكن احنا رابع أو خامس دولة في الخليج تطبق القرار هذا. الدول سبقونا صار لهم سنتين، فاحنا على أساس أن الموضوع إلزام أنك أنت تنفذ مثل العملية هذه حتى توفر في الطاقة الكهربائية اللي قاعد تستهلك من قبل دولة الكويت. احنا يمكن نكون أعلى معدل استهلاك في العالم الطاقة الكهربائية، يعني معدل عالمي يوصل 3-4% زيادة سنوية، احنا يوصل إلى 8%. فأنت محتاج أنك أنت ترشد العملية هذه من خلال البحث عن وسائل أكثر كفاءة وفعالية في موضوع التناول في ترشيد الكهرباء. طيب إيش كثر راح توفر الدولة من الطاقة بعد تنفيذ هذا القرار؟ إحنا نسقنا مع الإخوان في وزارة الكهرباء، ولأن هم المعنيين في موضوع الترشيد وإحنا أعضاء معهم في اللجنة هذه. راح يكون انعكاس مثل هذا القرار على تكاليف التشغيل ما يقارب 70 مليون دينار كويتي سنويا، وهذا راح يوفر أيضا من كلفة إنشاء محطة تعادل 500 مليون دينار كويتي على المدى. هذا البيانات اللي قدرنا نوصلها مع الإخوان في الكهرباء. سعادة المهندس فهد المطيري، الوكيل المساعد نائب المدير العام لشؤون المواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة، شكرا جزيلا لك على الحضور، وشكرا جزيلا أيضا على الحوار. شكرا، وما قصرت، ويعطيك العافية. توكل.